الرئيس عبد الفتاح السيسي تراجعت عند الجهلاء. بمعنى الجاهل هو اللي يزعل من عبد الفتاح السيسي، انما الراجل الفاهم المدرك المتعلم الواعي حتى لو مش لاقي عشاه. القصه مش قصه الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص، قصه وطن. ده الرئيس عبد الفتاح السيسي حظه سيء انه جاء في هذا التاريخ من عمر الوطن. اي واحد تاني مهما كان وايا كان اسمه كان هيجي في هذا التاريخ كان هيبقى قدام منه حاجه من الاثنين، لا اما يكمل غرقان الوطن ويموته خالص، لا اما يعيد بناء الوطن معتمدا على تحمل الناس لان دي بلدها. الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار ان يعيد بناء الوطن ويساعده الشعب من خلال التحمل. الناس عندها استعداد تتحمل لما تفهم، انما ما تجيش على واحد محدش مفاهمه حاجه وتقول له تحمل، لا مش هيتحمل. تقول له يا عم احنا بنبني البلد يقول لك انتوا كذابين، يا عم احنا بنعيد بناء نهضه يقول لك انت فاشل وبتطبل، لانه مش فاهم. انما بعد ما تفهمه ويصر على رايه يبقى جاهل. فالرئيس عبد الفتاح السيسي قطع دور كبير ومشوار طويل ومتميز في اعاده هيبه الدوله. يبقى إعادة هيبة الدولة يترتب عليها إعادة للأمن، يترتب عليها إعادة للاقتصاد، يترتب عليها إعادة للإنتاج، هيترتب عليها إعادة للبناء وسلسلة متصلة الحلقات. النهاردة أنت كمواطن ما أنتش فاهم الكلام ده علشان عندك إعلام فاشل ما فهمكش هذا الكلام. فالمشكلة مش مشكلتك كمواطن ولا مشكلة النظام السياسي، المشكلة مشكلة الإعلام الفاشل الذي لم يصل إلى المشاهد ويقوم بالشرح له.